يابا طبعا هسه وصلنا لقرية دجلة، ضاعوا الجراجات قد نظيفة شوفوا، عبالك بمطار بدبي هيجي. واو شباب هاي هنا الاجواء، هسه راح نطب جو هناك اكو مطاعم وهاي. واو شباب علم العراق متهجم. هسه طبينا شباب عنا مكتبة. واو مكان كلش هاي كلها مطاعم طبعا. واو شباب هاي القعدات هنا على نهر دجلة، هسه ننزل جو كلش حلوة. يابا شباب هسه طبعا قاعدين، واو الاجواء كلش حلوة، هسه راح نطلب نرقيلة. المنظر شباب واو شباب انشغلوا النافورات. اجواء كلش حلوة. يابا نرقيلة نشرب. العالم يوميا قاعد تشرب طفو. يعني جربت اول مره الاكل وهاي ما ادري. يلا نجيب صابون قهوه ونرقيلة 50 ريال. يعني هسه احنا اذا مثلا نجيب قهوه من برا ويانا يعني يطبخون لنا ولا فندق همبرجر. واو همبرجر عادي ماكو لا صوص ولا شيء. ذوق الهمبرجر. بسم الله. طيب والله الصراحة، بس طعمه مو طعم همبرجر، طعم لحم عادي يعني. روبيان هنجربه. بسم الله. قوي والله الروبيان، والله كلش طيب. قطاي صلصة ما ادري شنو. بسم الله. كلش قوي الروبيان، كلش طيب. واو نهر دجلة قد حلو. واو هاي النافورات صارت. واو شباب هاي المشاريع. هذا محل هنا مال مجوهرات، مال مجوهرات سبح ساعات. هسه خلصنا من قرية دجلة ومتوجهين للبيت، خلوكم ويانا. باعوا السيارات هنا كلها اخر موديل، باعوا هاي برابوس هاي سعرها مليون دولار او هيجي، يعني هاي مو العادية رانج، هاي مدري شنو ما اعرفها صينية اعتقد. الاكزيدات اثنين بيضة وسودة رانج. هاي سيارتنا تكسارة.
هاي السيارة. يا بهذن بيوت عمامي باع كلهن أربع بيوت. طبعا شباب هسه وصلنا للبيت الحمد لله، طلعت كانت كلش حلوة واكلنا وتونسنا. لهنا يكون نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة، نشوفكم بالفلوقات الجاية.